السلام عليكم شباب، نبدأ على بركة الله محاضرة اليوم. نبدأ فصل جديد، خلصنا الفصل السابق، خلاص نبدأ باب جديد وباب هيئات التأمين. الفصل هذا حيكون فصل أكثر منه نظري، أكثر منه عمل. يعني الفصل اللي فات كان فيه الجانب العملي موجود يعني بكثرة، الفصل هذا لا، حيكون أكثر منه نظري. هنحاول نعرف فيه مختلف أشكال هيئات التأمين، خصائص كل واحدة فيهم، وشو اللي خلاها يعني تختلف عن باقي هيئات التأمين، وكل هيئة يعني إيجابياتها وسلبياتها. طيب، هيئات التأمين يمكن يعني نصنفها إلى تقريبا 7 أشكال هيئات التأمين. فعن هيئات التأمين التبادلي، هي نفسها تنقسم إلى جزئين، التبادل ذو حصص بحتة وذو حصص مقدمة. هذا الجزء الأول، التبادل يعني، فعنا شركات تأمين المساهمة، في عنا شركات اللويدز، في عنا الهيئات الحكومية للتأمين، في عنا المؤمنون الذاتيون، في عنا جمعيات التأمين التعاوني، وفي عنا صناديق التأمين الخاص. هذه 7 أنواع راح نشوفهم خلال هذا الفصل. ندعو هيئات التأمين التبادلي، هي عبارة عن جماعات وأفراد كلهم معرضون لنفس الخطر، اتفقوا فيما بينهم إذا حدث خسارة بأحدهم فإنهم يوزعونها عليهم جميعا بدلا من أن يتحملها هذا الفرد يعني بمفرده. مثال، إذا أخذنا مثلا مجموعة أفراد يسكنون في أو قاطنين في نفس الحي السكني، الحي كل هذا مثلا معرض إلى خطر الفيضانات، فهم كلهم مع بعضهم الحي كامل معرض لنفس الخطر. كويس. طيب، عوض أن كل واحد فيهم يعني إذا تعرض خطر بيعوض خسارته ويتحمل تعويض خسارة لحاله، يعني اتفقوا فيما بينهم أنه لا، راح نسوي هيئة تأمين تبادلي، معنى راح نتبادل المصالح. إذا واحد فينا يعني صار له لا قدر الله خطر وترتب عليه خسارة، الباقي يعني مجموعة الهيئة التأمين التبادلي راح يجتمعون مع بعض وراح يعوضونه على خسارته هذه. الهيئات هذه يعني تقريبا تعتبر هيئات يعني شكلها بدائي شوي مقارنة بشركات تأمين يعني اللي كنا نحن نتخيلها، شركات تأمين مثلا اللي موجودة في البورصة. التبادل تعتبر كان يعني بشكل بدائي على يعني شركات التأمين الكبرى اللي يمكن نتعامل معها. هذه الهيئات التبادلية تدار بمعرفة أعضائها، لكل عضو صوت يتناسب مع حصته في دفع الخسارة، ويقوم الأعضاء باختيار مجلس أمناء الذي يكون أعضاؤه في الغالب من أعضاء الهيئة نفسها. توكل لهم مهمة إدارة الهيئة طول مدة العضوية، كما يقوم مجلس الأمناء بتعيين سكرتير عام يكون في أغلب الحالات يعني من خارج الهيئة، بس يكون على معرفة جيدة، يعني يكون مثلا دارس تأمين التمويل، دارس تأمين أو إدارة مخاطر، إدارة الهيئة نفسها. فمثل ما تلاحظون هي هيئة يعني تعتبر يعني أول شيء مصغرة، دائما في عادة تكون جغرافيا يعني كمان إيش يعني محددة بمكان معين، تحاول تأمين ضد خطر واحد بس، خطر واحد فقط لا غير. الإدارة حاجتها بتكون إدارة يعني في عندك أعضاء هيئة يعني مخرطين فيها، في عندك مجلس أعضاء الهيئة نفسهم، هذوم اللي تولون الإدارة واللي يتم يعني اختيارهم عن طريق التصويت. فالتصويت نفسه يعني مو كل شخص عنده صوت، لا، يعني وزنك في التصويت يقابل أو يساوي وزنك في تحمل الخسارة. مثلا إذا احنا اجتمعنا مثلا جماعة في حي كل مع بعض، قلنا خلاص صار في يعني مشكلة فيضانات مثلا وتضر واحد من البيوت أو سيول، راح نجتمع مع بعض وراح نعوض بعض. طيب، فينا مثلا اللي عنده قصر، في اللي عنده شقة، في اللي عنده فيل، في اللي عنده يعني منزل متواضع، يعني مو من العدل أنه كلهم مع بعض يتحملون نفس يعني أو خلينا نقول نفس نسبة تعويض الخسارة. اللي عنده مثلا قصر هو اللي راح يكون عنده أكثر نسبة في تعويض الخسارة بعدين إذا حالت خسارة بالحي كله. الشاهد أنه راح يكون بعدين في التصويت راح يكون عدد أصواتك يساوي نسبتك في تعويض الخسارة،
إذا أنت مثلا في اتفاقنا الأولي قلنا إذا صار في صار في مثلا حادث وترتب عليه خسارة معينة، مثلا شخص ألف راح يعوض 30% من الخسارة الإجمالية، يوم التصويت صوتك راح يكون 30% من مجموعة أصوات الهيئة كلها. الشاهد بعدين بس سوينا الانتخابات هذه راح يتم انتخاب مجلس هيئة. المجلس هذا بالعادة بيكون يعني من أعضاء الهيئة نفسه منخرطين وما عنده ولا علاقة يعني بالتسيير، هو بس مجلس يعني بيراقب، مجلس إدارة فقط لا غير، عكس الإدارة التنفيذية مثل الشركات يعني. ترى وش سووا بعدين؟ بيجيبوا سكرتير عام يكون بالعادة إنسان يعني عنده خبرة في مجال التأمين أو دارس تأمين، هذه راح يهتم بالأمور كل ما هو أمور تقنية كل ما هو أمور عملية، ومجلس الإدارة جالس إيش يراقبه بس ويحاول يحافظ على مصالح المنخرطين فقط لا غير. هذا بخصوص يعني هيئة التأمين التبادل. طيب عملية التعاقد بين أطراف أو بين منخرطين هيئة التأمين التبادلي وبين الهيئة نفسها كيف بتتم؟ تصدر الهيئة عقد تأمين لكل من أعضائها ولا يذكر في العقد أقساط ولا طريقة دفع الأقساط، ولكن يذكر تعهد العضو بدفع حصة معينة من الخسائر المالية التي تقع الأعضاء والتي تحدث نتيجة الخطر المؤمن منه في العقد. ولا تصدر الهيئة عقد تأمين على الإطلاق ولكنها تكتفي ببطاقة عضوية في الجمعية لتغطية الخطر، في هذه الحالة تكون حصص متساوية. عندك يعني إيش؟ عندك حالتين أو نوعين من التعاقد، إما يتم إصدار عقد تأمين لكل من أعضائها، العقد هذا لا فيه لا أقساط ولا طريقة دفع أقساط ولا شيء، بس في تعهد أنه في حال حدوث خسارة مثلا فلان الفلاني راح يتحمل 30% من تعويض الخسارة، علان العلاني راح يتحمل مثلا 10% وهكذا دواليك. فما في لا أقساط ولا دفع أقساط، بس في تعهد في حال حدوث خطر كل واحد من أعضاء الهيئة يخضع لعهدكم نسبة من تعويض الخسارة. هذا في حال إيش؟ إصدار عقود. في حالة ثانية هيئات التأمين التبادلي لا تصدر عقود، بس تصدر بس بطاقات عضوية، بطاقات انخراط فقط لا غير. في مثل هذه الحالات لا يكون في نسب، بس بتكون الحصص متساوية. يعني إذا صار في حادث لا قدر الله، صارت في خسارة، إذا مثلا الجمعية فيها 50 شخص ناخذ حجم الخسارة نقسمه على 50، كل واحد من 50 هذولا بيعوض يعني 1 من 50 من مبلغ الخسارة الإجمالي. هذا بالنسبة يعني لطريقة التعاقد، طريقتين، إما عن طريق عقد أو عن طريق بطاقة انخراط. إذا في عقد بيصير فيه حصص مختلفة حسب قدرة أو استطاعة كل واحد من أعضاء الهيئة، وإذا في بطاقة انخراط ما فيها عن يعني اختلاف الحصص، كل حصص متساوية، ناخذ يعني حصة كل واحد فيهم هو 1 قسمة عدد المنخرطين إجماليا. يعني إذا كان في عندنا 100 منخرط ونسبة كل واحد فيهم متعويض خسارة بعدين 1 قسمة 100 يعني 1%. مثل ما تشوف يعني ترى طريقة بدائية يعني وسهلة، مو ذاك الصعوبة. أكبر عيوب هذه الهيئات التعاونية أنه التزام العضو غير محدد من الأول. يعني أنت بس إحنا بس لما تكون عضو في هيئة تأمين تبادلي بينادوك لما تصير الخسارة، لما تصير في حادث تصير في خسارة، يقولك يا عم شوف هذا يعني الحادث اللي صار، الخسارة كيت وكيت، أنت راح تدفع جزء من التعويض حسب الاتفاق الأول بيناتنا. يعني ما في من الأول، يعني أنت ما بتعرف حدك الأقصى، هو بس نسبتك في التعويض ضربة قيمة الخسارة. هذا أول شيء. والعيب الثاني الأكبر منه أنه في العادة تكون مثل ما حكيت لكم هيئة التأمين التبادلي تكون هيئة تأمين يعني بدائية، محدودة جغرافيا، عدد أفرادها قليل، فما يعني لا يمكن أو لا يوجد فيما يسمى قانون الأعداد الكبيرة اللي هو أسس من أساسيات شركة التأمين عشان نجاح شركة التأمين. كل ما زاد عدد المنخرطين كل ما قل العبء على الشركة، كل ما نجحت أكثر. هنا لا، عدد تكون في العادة قليلة يعني محصورة جغرافيا، فبتكون دائما يعني وقع تعويض خسارة على الأفراد وقع شديد. ومثل ما تقسم خسارة على 1,000,000 منخرط مثل ما تقسمه على 50 منخرط مثلا، لا علاقة. فهذا من عيوب يعني هيئات التأمين التعاونية. هي صح سهلة في يعني في التطبيق، فيها جانب إنساني جانب اجتماعي. أنا في العادة بتكون يعني من تربط أشخاص عندهم علاقات إما أسرية أو قبلية أو علاقات جوار، في علاقات اجتماعية يعني واجد يعني كثير موجودة. بس بنفس الوقت هذا السلبية حقتها أنه بعيد عن الاحترافية، لا توفر يعني أو مثلا لا تحترم قانون العدد الكبير اللي من أهم قوانين نجاح شركة التأمين. وبنفس الوقت يعني
غير محدده المعالي. انت بس ايش راح يعني راح تلتزم، راح تعوض 5% من الخساره اذا صارت في خساره وبس. بس ما بتعرف كم الخساره هذه، هل في اقساط ما في اقساط، كيف دفع الاقساط، هذا كله ما في. هذا بالنسبه للشركات يعني اعاده عفوا هيئات التامين التبادل. في كمان بعدين شركات تامين المساهمه، وهذه اللي بنشوفها يعني بنعرفها في البورصه، هي شركات تكون في العاده خفيه الاسم يعني فيها قوانين يعني بتحددها، فيها راس مال محرم من البدايه مثل الشركات العاديه المدرجه في البورصه بالضبط. ادارتها تقوم يعني بطريقه بتعيين جهاز فني متمرس في اعمال التامين واعباء الاداره، يعني بتجيب ناس اخصائيين اداره تنفيذيه كلها، من المدير التنفيذي الى المدير المالي الى المدير مثلا اداره المخاطر الى المدير التسويقي، في اداره يعني عصريه. ويعتبر مجلس الاداره هذا مسؤولا امام الجمعيه العموميه او الجلسه العامه لنفسها ومتكامل المساهمين اللي هم اصحاب راس المال نفسه، ولتعقد على الاقل مره في السنه اذا كان مش اكثر في حال حدوث طوارئ يعني. والجلسه العامه هذه ايش هي؟ اعلى سلطه في شركات تامين المساهم، يعني هي اللي بتحدد عن طريق الانتخاب هل سيتم مثلا تسجيل هيئه اعضاء مجلس الاداره، هل سيتم يعني عزل المدير التنفيذي، هل سيتم مثلا تعيين افراد جدد. فهي اعلى هيئه في شركات المساهمة، وتنعقد مثل ما حكيت لكم على الاقل مره في السنه. شركات هذه هي اهدافها ربحيه بحت، هي يعني مثل الشركات التجاريه العاديه يعني، ما فيها جانب اجتماعي ولا جانب انساني، شركه هدفها ربحي فقط لا غير، غرضها غرض تجاري. من عيوبها، من عيوب الشركات هذه، انه في العاده بتكون اقساط التامين حقتها مرتفعه بزياده. ليش؟ يعني كنت كشركه تامين مساهمه راح تكون شركه ضخمه اكيد. ثاني شيء، مصاريف الاداره حقتك راح تكون مرتفعه، انك راح تجيب يعني فريق كامل من المحترفين، راح تعطيهم رواتب يعني في العاده تكون متميزه شوي. ارتفاع المصاريف الاداريه هذه راح يتم بعدين نقله الى الاقساط عشان عشان ايش؟ ومين راح يتكفل في الاخر بدفع المصاريف؟ هو الحليف اللي راح ياخذ معنا بوليس التامين. فتكون في العاده ولانه هدفها ربحي، فاحنا راح نحط الاقساط عشان يغطي المصاريف الاداريه ويغطي الخطر الحادث نفسه، ويجيب لنا كمان معاه هامش ربح. شفتوا عن القسط لازم يغطي المصاريف الاداريه، احتمال حدوث الخطر، وكمان يمكن الشركه من يعني من 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 تكوين هامش ربح. هذا اللي يخلي قسط التامين عاده في شركات المساهمه اعلى من شركات مثلا التامين التبادلي. بس بنفس الوقت من مزايا الشركات هذه انه كل شيء محدد من الاول، الاقساط، تاريخ دفع الاقساط، المسؤوليات، تحديد السقف الاعلى لل يعني للتعويضات، العقد بيكون يعني عقد احترافي، فكل شيء بيكون باين من الاول وواضح من الاول. وفي عندنا بعدين ما يسمى جماعة اللويدز للتأمين، هذول حالة خاصة. خلينا بس لكم يعني شير سكرين عشان تشوفوا. دكتور في شباب بالجروب يرسلون يقولون طلعوا من الجلسة وانه يحاولون يدخلون ورافض، ما عندي في مشكلة، ما عندي ولا اتاكد. بس ما عندي ولا طلب دخول. تمام، روح ارسل لهم. دكتور يقولون انه لازم انت تسمح لنا بالدخول. اي بل انا بيجيني طلب سماح، بس ما عندي ولا طلب سماح. لانه يقولوا الجاي احنا خيار انه لازم الدكتور هو اللي يقبل دخول. ادري هم لما يسوي طلب سماح انا بيجيني طلب سماح، يطلع عندي طلب سماح، ما في عندي ولا طلب سماح. مين اساميهم هذول؟ مين؟ أسامة النصار. وفي جاني عبد الله التويجري، جاني طلب سماح عبد الله التويجري. بس الباقي ما جاني ولا طلب لسه. المهم نرجع لموضوعنا.
اللي هو جماعه اللويدز الحين. اللويدز يعني ظهرت اول مره بلندن كويس، وكانت بالاول يعني مختصه اساسا في عمليات تامين يعني السفن والنقل البحري. تعرفوا انه في يعني في وقت في القرن 17 و18 كانت يعني الامبراطوريه البريطانيه مهيمنه على العالم كله، وكان يعني خاص على البحار، وكان اطراف الامبراطوريه يعني تمتد يعني من الصين الى استراليا الى افريقيا، ما خلوا مكان ما راحوا يعني الى امريكا. فكان التجاره البحريه كانت مره منتشره، وتعرف التجاره البحريه يعني في احتمال اما قرصنه السفن او غرق السفن او غرق البضاعه اللي عليها. فانتشرت يعني من وقتها الحاجه الى تامين السفن هذول. وقتها برزت ايش؟ برزت شركات او هيئه تامين اللويدز، جماعه اللويدز للتامين. ترى الحين موجوده، للحين في مكاتب لويدز في كل العالم، حتى في السعوديه موجودين. طريقه عملها خاصه شوي، مو مثل لا التامين التبادلي ولا مثل تامين شركات تامين المساهم. راح اعطيكم الحين تفاصيل اللويدز هذول. يقوم الافراد بالتامين بغرض الربح، فيجمعون الاقساط من المؤمن لهم ويدفعون الخسائر للمستحقين منهم. يعني هذا تقريبا نفس مبدا التامين العادي اللي يشتركون فيه كل شركات التامين. نجمع اقساط من عند يعني كل الاعضاء، واذا صار فيه خساره لشخص معين او اشخاص معينين ناخذ الاقساط هذه عشان نغطي بها الخساره ونعوض اللي استحقوا التعويض هذا. يعني ايش الفرق؟ الجماعه نفس جماعه اللويدز لا تقوم بالتامين. يعني اللويدز هي بس مظله. وكل فرد من افراد اللويدز، كل عضو فيها يعني هو ايش؟ المسؤول عن التامين نفسه. بالتالي هو كل فرد مسؤوليه كامله عن عمليه التامين التي يقوم بها. من شروط الواجب توفرها لكل عضو من اعضاء اللويدز عشان ينضم كمكتتب ان يكون من اصحاب الثروه وحسن السمعه في المعاملات الماليه، قادر على ضمان او دفع ضمانات تتناسب مع مبالغ التامين التي يصدر بها العقود، ان ينشئ صندوقا خاصا لعمليات التامين التي يقوم بها. وش معنى الكلام هذا؟ شركه اللويدز هذه او مجموعه اللويدز مثل يعني مثل النادي هيك، يعني نادي في اي بي، نادي ناس يعني نقول يعني مهمين. هي بتعطيك بس الاسم، انت بتاخذ براند يعني المارك الاسم بتشتغل به. تفتح مكتب لويدز، طيب الحال عشان تفتح مكتب لويدز لازم يكون عندك شو يعني كره شروط تلتزم به. بس في الاخر انت بتفتح يعني براند باسم شركه اللويدز، بيجوك يعني الحرفاء يسوون عندك عقود تامين. العقود هذه باسمك انت، فانت كوكيل لويدز انت راح تاخذها، انت راح تاخذ الاقساط، واذا صار في خساره انت راح تعوض الخساره هذه، مو شركه اللويدز. هي اللويدز تعطيك بس يعني البراند حقتها، وانت بتعطيها عموله معينه كل سنه حقت استغلال البراند، لانه يعني لويدز اسم عريق، اسم معروف. هذه طريقه التسيير. ترى الشركه نفسها بكرر مره اخرى مو هي المسؤوله عن تعويض الخسارة ولا هي راح تاخذ الاقساط، بس المكتتب اللي يعني اخذ اسم البراند او اخذ ماركه حقت لويدز هو راح ياخذ الاقساط، هو راح يكون بتعويض الخساره اذا في خساره، وبنفس الوقت يعطي ايش؟ يعطي جزء معين او عموله كل سنه لقائه يستعمل الاسم لويدز. ترى حقت مثلا محلات ماكدونالدز زي فاتحه في بريده وفاتحه في كل مكان يعني، بس ترى المحل مو ملك ماكدونالدز نفسه، تلاقي مثلا سعودي رجل اعمال سعودي هو اللي فاتح الماكدونالدز يعني، ويلتزم يعني بشروط معينه في تحضير الطعام مثلا، في النظافه، في ترتيب المكان نفسه، في تاثيث المكان، وبنفس الوقت يعطي نسبه من الارباح يعطيها شركه ماكدونالدز يعني في امريكا او الوكيل الموجود في السعوديه. فهذه الطريقه. طيب عشان اللويدز تضمن لانفسها انه مو اي واحد، مو اي اي من كان بيدخل يعني على الشبكه، شبكه اللويدز هذه، ويصير عضو فيها، لانه راس مال اللويدز هو يعني العرق، وراس ماله هو يعني الحرفيه حقته وسمعته. فعشان يصير واحد مكتتب يعطوه يعني الاوكي عشان يصير يشتغل باسم اللويدز اذا في شروط معينه. اول شرط ان يكون يعني اصحاب الثروات الكبرى، وكمان مو بس يعني شهر فلوس، لا كمان يكون عنده سمعه طيبه داخل يعني المكان اللي هو او داخل المدينه او البلد اللي هو يشتغل فيه، خاصة على مستوى المعاملات المالية.
يعني لا في عنده لا غش ولا احتيال ولا شيء. ثانيا، قادر أن يدفع الضمانات تتناسب مع مبالغ التأمين التي يصدر بها العقود. أن ينشئ كمان صندوقا خاصا، يعني مو مثلا يصير يعني مثلا عنده بزنس ثاني، هو عنده ثروات كبيرة، يعني يكون شخص رجل أعمال كبير، يعني عنده شركات ثانية، لازم يكون تصرف اللويدز بصندوق خاص لا يخلط بين ثروته الشخصية أو بين أعماله الثانية أو بين صندوق اللويدز. هل الشروط الثلاثة اللي لازم يكون متوفرين في أي شخص يبغى يتحصل على يعني البراند حق اللويدز ويشتغل به. تتكون أموال الصندوق، الصندوق الخاص قلنا للتمويل التأمين، من الأقساط المحصلة وفوائد استثمارها، ويراجع حسابات هذا الصندوق مدقق حسابات من قبل الهيئة. يبقى اللي راح يفتح مكتب لويدز هو راح ياخذ الأقساط مثل ما حكينا، وراح يودعهم في صندوق خاص بمكتب اللويدز نفسه اللي هو مديره، أو مثلا يمكن يشغلهم في البورصة، مثلا يجيب منهم أموال، أو مثلا يشغلهم في أوراق، في أذونات خزينة، أوراق نقدية يعني قصيرة الأجل. المهم ممكن يستثمرهم يعني عشان يكسب منهم أكثر. الصندوق هذا راح يكون تحت مراقبة مراجع حسابات تابع اللويد، شركة اللويدز الأم، عشان تتأكد أنه فيه حسن تصرف، ما فيه تبذير، ما فيه احتيال على الحرفاء، ما فيه سوء تصرف في هذه الأموال في هذا الصندوق. ثانيا، تقدم جامعة اللويدز لأعضائها جميع المعلومات المتوافرة لديها مرتبطة ومنظمة عن أساطيل النقل البحري والجوي، مثل ما حكيت لكم أن اللويدز متخصص تقريبا في كل ما هو يعني تأمين على عملية النقل ووسائل النقل خاصة البحرية، كما يقوم بالإشراف على عمليات الإنقاذ مع توفير مكان للسماسرة. معظم التأمينات على تأمينات بحرية جوية وإعادة تأمين، هنشوف بعدين إعادة تأمين، هذه في فصل لحال إعادة تأمين شباب بعجالة، أنه تعرف أنه في الأشخاص العاديين مثلنا بيسووا تأمين عن شركات تأمين كويس، بالشركات التأمين هذه إذا صار فيها مشكلة بعدين، تعرض مثلا لضربة موجعة على مستوى أو مستوى تعويضات مثلا، أو صار فيها مشاكل، مين راح يأمن عليه نفسه؟ في شركات أكبر منها، شركات تأمين ترى تسمى شركات إعادة تأمين، يعني هي تؤمن على شركات تأمين نفسها، أي معنى إعادة تأمين. فاللويدز كمان تقوم بضمن مهامها بإعادة تأمين على شركات تأمين ثانية. كمان تقوم كمان مثلا اللويدز مختصة في تأمينات بعض التأمينات يعني الخاصة، مثل تأمين بعض المشاهير مثلا لاعيبة الكورة، في من أمن على رجليه ضد الإصابات، مثلا فنانين بأمن على وجوههم، يعني عمليات يعني خاصة كذا ذو نوعية خاصة تكفل بها اللويدز. ولكن في نفس ذات الوقت اللويدز لا تقوم بتاتا بتأمينات على الحياة، يترفض القيام بتأمينات على الحياة. طيب هذا تقريبا تقديم اللويدز. الحين وش إجراءات وخطوات التأمين لدى جماعة اللويدز؟ أول شيء يبحث طالب التأمين عن أحد سماسرة اللويدز اللي يشتغلون تحت مكتب اللويدز يعني، ويطلب منه يعني تغطية خطره نظير عمولة معينة يتفق عليها. ثاني خطوة، يقوم السمسار بعد قبوله العملية بعمل بطاقة خطر باسم المؤمن له، يبين فيها نوع وأوصاف الخطر وقيمة الخطر المراد التأمين عليه. ثالثا، يقوم السمسار بتمرير بطاقة الخطر على أعضاء أو وكلاء الاكتتاب، هذول هما اللي يعتبرون يعني عن ثروات كبرى، فيقوم كل واحد منهم بتغطية الجزء الذي يتراءى له، ويستمر السمسار في تمرير البطاقة حتى يغطي الخطر المراد بواسطة المكتتبين. شفتوا يعني السمسار هو اسمه على جسمه، اسمه سمسار بس، لما تلاقي مثلا مكتب لويدز وفيه سمسار، ترى مو هذا هو صاحب المكتب نفسه، هو سمسار بس، شو يسوي؟ بياخذ منك يعني عقود تأمين، بيأمن لك على الخطر هذا، بعدين بيروح يودي على المكتتبين هم كبار وكلاء اللويدز كويس، وكل واحد مثلا يقول مثلا الخطر هذا خلاص انا راح اخذ على عاتقي 20%، وشخص ثاني يقول انا 5%، شخص اخر يقول لا 15%، احد يسكر ل 100%، ويصير الخطر كله مغطى عن طريق المكتتبين هذول. وبطبيعه الحال يقوم السمسار بعدين باخذ عمول، يعني هذا شغل. رابعا، يقوم السمسار بحساب القسط اللازم، ثم يطلب من المؤمن له قيمة القسط، ويضاف إلى قيمة القسط عمولة السمسار نفسه. خامساً، يقوم السمسار بتوصيل القسط إلى الأعضاء المكتتبين كلهم بنسبة اكتتابي في الخطر. شفتوا يعني السمسار هو عبارة على وسيط، يعني
يعني هذول تعرفوا لما نقول وكيل اكتتاب لويدز او عضو لويدز، هاو نحكي على شخص عاد، نحكي على ناس مليارديرات، يعني ناس عندها مليارات الريالات او الدولارات. فالاشخاص هذول ما راح ينزلوا تحت يعني وينزلوا بالاسواق يعني ويسووا هو العقود نفسه، بيكفل يعني بيكون في سمسار لويدز هو اللي بيتكفل بجمع عقود التامين هذول من عند الحرفاء، ياخذ عليهم قسط امين كويس، القسط هذا بعدين بيوديه اصحاب الحق اللي هم اصحاب اعضاء وكاله الكتاب حق لويدز هذول، كلهم حسب نسبه تغطيته للخسارة. مثلا اللي قال من الاول راح اغطي 20% من قبل الخساره، اذا في خساره ياخذ 20% من القسط، راح يغطي 5% ياخذ 5% من القسط، وهكذا دواليك. سادسا، يقوم مستلم البطاقه بيختار السمسار اذا اصابه هذا الحين خلاص وقعنا العقد وانتهينا. الحين اذا صار في خطر بعدين صار في تلف البضاعه مثلا، يقوم مستلم البطاقة أي الحليف حق لويدز بيختار السمسار إذا أصاب البضاعة خسائر، ويذكر حجم ونوعية الخسارة الناتجة عن الخطر المؤمن منه. بعدين بعد ما يتم الإعلان يقوم السمسار بعد تأكده من حقيقة الخسارة ومن حقيقة قيمتها وسببها وتاريخها ومسؤولية المؤمنين عن تغطية هذه الخسارة، يرجع بعدين على أعضاء وكلاء كتاب لويدز يخطرهم بما يخص منهم لتسديده. يعني قولهم خلاص يا جماعة الخير العقد يعني مثلا عقد تأمين رقم 174 مثلا اللي كان فيه تأمين على سفينة بحرية بقيمة 10 مليون ريال، ترى السفينة هذه غرقت مثلا وتلفت بالكامل، الحين كل واحد فيكم راح يعوض ال 10 مليون ريال هذول حسب يعني نسبة التغطية المتفق عليها من الأول، يجمع من عندهم الأنصبة كل هذول ويسدد وديها للمؤمن له عشان يسدد خسارته. هذه تقريبا يعني طريقة العمل يعني في اللويدز، هو اللي خليها يعني مختلفة عن شركات المساهمة العادية. الشركة دي عندها عيوب وعندها مزايا كمان. العيوبها إذا حدث أي خلاف بين المؤمن له وجماعة المؤمنين يضطر المؤمن له مقاضاة عدد كبير من المؤمنين، لأن كل منهم مسؤول فقط عن ما يخصه في تعويض الخطر. وهذا مثلا يعني من عيوب شركات اللويدز، أنه إذا في مشاكل مثلا تم الاختلاف على قيمة التعويض، مثلا المؤمن له قال لا خسارة قيمته 10 مليون ريال، هذول قالوا لا خسارة قيمته 8 مليون ريال وبس، إذا اشتكى فيهم في المحكمة بعدين لازم تشتكي على كل واحد فيهم لحال، لأنه هما أعضاء مستقلين أصلا ومصح يشتغلون يعني تحت نفس البراند تحت نفس الماركة، بس هم عندهم ولا رابط قانوني يجمعهم مع بعض. أحيانا بتلاقي مثلا عقد تأمينك أنت كشخص في السعودية بتلاقي مثلا مكتتب عليه أو مساهم في الكتاب على هذا الخطر واحد من السعودية، عضو لويدز من السعودية، عضو لويدز مثلا من هولندا، عضو لويدز من فرنسا، عضو لويدز مثلا من الأردن، وهكذا دواليك. فتخيل معي يعني حجم التعقيدات اللي راح تواجهها إذا حبيت يعني صار لك مشكلة حبيت تشتكي ضد جماعة اللويدز. هذه أكبر عيب في يعني في الجماعة، عشان كده ترى عشان الناس ما تتخوف من الكتابة عند اللويدز، من شروط اللي قلنا من الأول عشان يتم قبول المكتتب لدى اللويدز هو أن يكون حسن السمعة، ما عنده حركات الخداع هذه وحركات يعني الاحتيال، لازم فيه ثقة، اسمه معروف في السوق، معروف يعني بأخلاقه، معروف يعني بسمعته طيبة، معروف أنه يلتزم بتعهداته. فالسمعة بالنسبة لجماعة اللويدز شيء مرة يعني أساسي. هذه العيوب. المزايا الحين، فالعادة تكون تكلفة أقل من شركات المساهمة، هذا عادي لأنه أصلا عندك أقل يعني يد عاملة، أقل رواتب، أقل مصاريف إدارية، فعادي راح تكون بعدين التكلفة أقل. ثانيا، يكون التأمين محدد التكاليف من البداية، يعني مثل شركات المساهمة مو مثل الشركات التبادلية يعني بدائية شوي. ثالثا، قد توافق جماعة اللويدز على تأمين بعض العمليات اللي ترفض تأمينها شركات أخرى، مثل تأمينات النجوم هذول، تأمينات مثلا لاعب الكورة، هذه التأمينات خاصة صعب تلاقي شركات تأمين عادية سواء، بس جماعة اللويدز يعني هم مختصين في الأمور هذه أو في العمليات يعني الاستثنائية. هذا بالنسبة للويدز، ما أدري إذا واضح فكرة اللويدز ولا يا شباب، أي سؤالات؟ واضح دكتور، واضح دكتور. طيب نرجع بعدين هيئات باقي هيئات التأمين، في عندنا كمان هيئات الحكومية للتأمين،
هي في العادة الشركات ذو غاية اجتماعية، يعني ما في عندها غاية ربحية، وتكون في العادة يعني ترى أكثرها إما مسؤولية مثلا التأمينات الاجتماعية أو التأمينات الصحية، هذا يعني تكون ملتزمة بها الحكومات، هدفها هو بس اجتماعي فقط لا غير. فتكون أسعار بالعادة يعني أسعار مقبولة بشروط ميسرة، لأنه الهدف مثل ما حكيت لكم أن الحكومة تسجل يعني خدمات للشعب، وليس من أجل إيش يعني نهب الشعب. فبتكون دائما يعني الأقساط مرة منخفضة مقارنة بالشركات المساهمة أو شركات اللويدز. مسؤولية المؤمن له محددة من البداية، فهو يعرف تكاليف التأمين منذ البداية، يعني يعرف كم قسط راح يدفعه من الأول. مثلا في السعودية تولى الحكومة مؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعي، هذا تبع الحكومة، تتمتع بشخصية اعتبارية عامة مقرة في الرياض، وهي مؤسسة معفاة من الضرائب والرسوم، وتلتزم الدولة لها بسداد العجز في ميزانياتها في حالة حدوثها. شفتوا يعني حتى لأنه الشركات الحكومية هذه في العادة لأنه هدفها مو بربحي، فأحيانا بتلاقيها بتسدي خدمات أقل من الكلفة نفسها، سعر الخدمة نفسه أقل من الكلفة، فسبب في خسائر. فدائما الحكومة تتدخل يدخل أموال في مثل هذه الشركات حتى توصل لعب دور الاجتماعي، حتى لو كان مسبب في خسائر الحكومة، بس هو بهدف أنه تضمن يعني السلم الاجتماعية، بهدف أنه تضمن أنه يعني الشعب أو المواطنين يقدرون يعني يتحصلون على حد أدنى من الخدمات اللائقة. فيقول لك خلاص ما إحنا ما يهمنا في الفلوس، في حال حدوث عجز أنا راح أسدد لك كحكومة، وأنت كشركة تأمين أو هيئة تأمين حكومية للتأمين واصل تقديم يعني خدماتك بأسعار مناسبة للمواطنين. في كمان على المؤمنون الذاتيون والتأمين الذاتي، وهي يعني طريقة بدائية كمان، يعني أول طريقة في التأمينات، طريقة يعني أنه كل شخص يحاول تكوين احتياطي ادخار، ليه؟ إما حط فلوسه يعني في حساب أو صندوق خاص مثلا، أو مثلا وديعة في بنك، أو أي من هذه يعني أنواع الادخار، بدل من دفع أقساط الشركة التأمين. يعني يقول مثلا شخص معين، أنا مثلا في السنة بدفع مثلا 10,000 ريال أقساط تأمين، أحاول أدفعها كقسط تأمين خلاص بحوش، فأصير أنا كأني أنا مؤمن ذاتي، صرت كأني شركة تأمين ذاتية لحالي. وإذا صار في حادث لا قدر الله خلاص بروح على الوديعة بكسرها وباخذ الفلوس هذه اللي حوشتهم كم سنة، وبسوي إيش؟ بسوي تعويض لحالي. بس مين يقدر يسوي على الطريقة هذه؟ أول شيء يجب أن يكون مؤمن، هو نفسه مؤمن الذاتي، أن يكون ذا مركز مالي قوي وقادر على توفير احتياطي مطلوب، وقادر على استثماره بعيدا عن المشروع المقرر تأمينه ذاتيا، أن يكون الاستثمار سهل التسهيل. وأكثر طريقة دارجة هي الاستثمارات في الأوراق النقد، أوراق السوق النقدي مو السوق المالي، لازم تفرقوا بينهم شباب. السوق المالي هو كل ما هو يعني أو يسمى الكابيتال ماركت، وكل سوق الرأسمالي عشان يكون يعني الترجمة دقيقة، كل ما هو أدوات مالية طويلة الأجل من أسهم ومستندات وما غيره. وهذا لا يناسب هيئة التأمين الذاتي، ليش؟ في حال حدوث خطر لازم يكون عندك سيولة مرتفعة، لازم بالوقت يعني مباشر بتحول استثماراتك هذول إلى أموال عشان تعوض. فدائما بيختاروا ايش يسوي، يستثمرون في يعني أوراق السوق النقدي مثل أذونات الخزينة، مثل الأوراق التجارية، مثل ودائع شهادات الودائع عند البنوك، هذه كلهم يعني استثمارات نالقة الأجل، بتجيب لك يعني فلوس، يعني بتجيب لك عوائد، وبنفس الوقت مخاطرها مرة قليلة، وبنفس الوقت كمان يعني عندها نسبة سيولة مرتفعة، عبارة كأنك عندك كاش تقدر تبيعها في أي وقت على السوق النقدي وتسترجع فلوسك. ثانيا من شروط يعني التأمين الذاتي أن يقوم المؤمن بتوزيع شيء موضوع التأمين، بمعنى أنه حاول دائما لا تخلي شيء موضوع التأمين كله محصور في مكان واحد، حاول توزعه أكثر ما يمكن. كل ما وزعته أكثر ما يمكن كل ما قل احتمال الخطر، لأنه يعني حتى لو صار فيه خطر راح يكون يعني جزء راح يمس جزء والباقي الأجزاء لأنه موزعين مو بنفس المكان. ثالثا أن يكون لديه عدد كبير نسبيا من الوحدات المعرضة للخطر، هذا إيش يعني؟ لأنه كل ما كان عدد أعلى كل ما قلت التكلفة، وخاصة يعني التكاليف مثلا تكاليف القارة. بعدين في عامل الجمعيات التعاونية للتأمين،
وهي كل جمعية يقوم بتأسيسها وإنشائها عدة أشخاص بصفتهم منتجين أو مسالكين على الأسس التالية: أن يفتح الباب للجميع لشراء الأسهم، وأن يكون عدد الأسهم غير محدد. ثانيا، أن يكون معدل الفائدة الربحي غير كبير، أصلا اسمها يعني جمعية تعاونية. أن يكون لكل عضو صوت واحد مهما كانت نسبة مساهمته في الشركة أو مهما اشترى من أسهم. الجمعيات العمومية هذه تنشأ برأس مال غير محدد، لأنه يعني مثل ما حكينا شباب أنه عدد أسهم غير محدود، يعني كل ما جاء فوج جديد يتم إصدار أسهم جديدة مباشرة. وبعدين كل شخص يصير يعني مساهم في جمعية التعاونية التأمين هذه يصير عنده حق في صوت واحد. سواء عندك 100,000 سهم، سهم واحد، 10 أسهم، كلهم سواسي وقت التصويت، كلهم سواسي. معدل الربح في معدل الربح بس أقل من سوق التأمين التجاري، يعني أقل من تأمينات اللويدز مثلا أو من تأمينات المساهمة. كما تلتزم كما يعني تتفرد بأن التزام العضو فيها كمؤمن له التزام محدد من البداية، من الأول يعرف يعني كم التزامه، عكس مثلا شركات مثلا تأمين التبادل يكون التزام غير محدد. وفي عنا صناديق التأمين الخاصة، يقوم بعض الأفراد الذين تربطهم مهنة واحدة بإنشاء هذا الصندوق ليحصلوا مستقبلا على مزايا تأمينية بأقل تكاليف ممكنة، مثل نقابة الأطباء، نقابة المهندسين مثلا، مثلا تعاونية رجال التعليم كذا. فمثلا قد يحصلون على مبالغ نقدية في حالة تحقق أي مناسبة. ترى هون لو تلاحظوا هنا شباب، مو بس التأمينات الخاصة هذه، مو بس عشان تتوقع من المخاطر، كمان عشان حتى في أي مناسبة يعني تساعد العضو على تحمل جزء من أعباء هذه المناسبة، مثلا زواج العضو نفسه أو زواج واحد من أبنائه أو بلوغ سن معينة أو وفاته، فصير تكفل إيش بدفع جراية للورث لزوجته مثلا أو لأبنائه، ضياع موارد الرزق أو تقاعد عن العمل. في ذي حال ضياع موارد الرزق تكفل هذه مثلا صناديق التأمين الخاصة بتوفير منحة بطالة إلى حين يتحصل العضو هذا على شغل مرة ثانية. حاجة العضو مثلا لمصاريف عملية جراحية مكلفة، ليس لهذه الصناديق أموال أو رأس مال عند تأسيس، ولكن تتكون أموالها من الاشتراكات التي تسددها أعضاؤها. كل ما زاد عدد الأعضاء كل ما زاد عدد الاشتراكات. كل الشيء الكويس أنه رأس مال مفتوح، كل ما زاد الأعضاء كل ما فتحنا يعني أو كل ما زاد أسهم جديدة كل ما زدنا في رأس المال. يقوم بإدارة هذه الصناديق مجلس الإدارة منتخب من الأعضاء، عن أعضاء صناديق التأمين الخاصة هذه. مبالغ الأقساط ثابتة ومحددة من البداية، تقوم بالتأمين للأعضاء فقط، وهذا الفرق بينها يعني وبين التأمينات العادية. التأمين العادي يعني أي شخص بيروح يعني شركة تأمين مساهمة يطلب أن يسوي تأمين مثلا على السيارة، تأمين على البيت، على الحياة مثلا، بيسوي تأمين عادي. بس بالنسبة لشركات التأمين الخاصة هذه لا، ممنوع التأمين إلا على الأعضاء نفسه. مثلا لما نقول نقابة أطباء لازم يكون إيش فيه يعني مش نقول يعني لازم يكون طبيب، هذا لازم يكون مهندس إذا كان مثلا صناديق تأمين خاصة بالمهندسين، هكذا دواليك لازم يكون منتمي للمهنة نفسها. كمان مجلس الإدارة الحق في تعيين بعض الفنيين المتخصصين في التأمين. لو تعرفوا مجلس الإدارة في العادة عضو هو متكون من أعضاء صناديق التأمين الخاصة نفسها المنخرطين فيها، مو بالعادة أشخاص عندهم ولا علاقة يعني بعلم التأمين. فعشان يتم عشان حسن التسيير وحسن إدارة الشركات هذه يتم الاستعانة بخبراء متخصصين في عمليات التأمين نفسه، وهم يتولون هذول الإدارة التنفيذية. طيب شباب، هذا بالنسبة للفصل. شفتوا يعني فصل سريع كده ما فيه ولا مشاكل، فصل كله يعني نظري، شفنا فيه أشكال شركة التأمين، شفنا كل واحدة فيهم عيوبها ومميزاتها وشو اللي فخلها تفرق على باقي شركات التأمين. خلصنا الفصل هذا شباب، في أي سؤالات عندكم؟ أي استفسارات؟ طيب خلاص بيكفي اليوم.
قبل ما ننتهي، بالنسبة للأعمال، الأعمال الفصلية يا شباب، في عنا تنوع ثقافي، وفي عنا يعني اسمه حقة الأخلاقية، صح؟ طيب بعدكم الحين مواضيع رح تشتغلوا عليها. بالنسبة للتنوع الثقافي، رح نسوي بحث على أثر التنوع الثقافي على انتشار شركات التأمين في مختلف دول العالم. الفكرة أنه مثلا في عنا دول معينة فكرة التأمين فيها يعني إلى حد قريب يعني كانت يعني فكرة منبوذة في المجتمع، وهي أصلا دول مثلا العربية الإسلامية، فكان في يعني تواجس من فكرة التأمين نفسه، لأنه في ثقافيا في رفض هذه الفكرة، أنه في عنا ثقافة النصيب، ثقافة يعني قضاء وقدر، أنه ليش إحنا بنروح بنأمن على شيء هو أصلا راح يصير، يصير قضاء وقدر خلاص راح يصير. فهذه مثلا جانب ثقافي خلى أن شركات أمين مثلا أو قطاع أمين يكون انطلاق متأخر في الدول العربية الإسلامية مقارنة بدول أخرى في العالم. مثلا مثلا اختلاف ثاني، مثلا تأمين على الحياة في مثلا بلدان معينة، في تأمين على الحياة لأنه يعتبر كأنه حرام، يعني الواحد يأمن على 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 شيء يعني هو راح يصير ويموت، فمثلا دول معينة تعتبره حرام لا تؤمن عليه، أنه قيم المجتمعية أو قيم الدينية أو قيم الثقافية في هذا البلد يرفض، أو في هذه المنطقة يرفض مثلا مثل هذه التأمينات. يعني فتلاقي في نفس في دول ثانية نفس المنتج منتشر كثير، يعني في مثلا عندكم مثلا شركات تأمين الصحي تلاقي مثلا منتشر كثير في أمريكا، لأن أصلا الحكومة هي لا تقوم بالتأمين الصحي على يعني ما في صناديق منتشرة للتأمينات الصحية والاجتماعية على أفرادها، وبتلاقي الشركات الخاصة تحل المحل. مثلا في دول ثانية مثلا مثل فرنسا مثلا الجانب الاجتماعي فيها مرة يعني متواجد، دولة اجتماعية بامتياز فرنسا، تلاقي الدولة الحكومة نفسها هي تتكفل يعني بكل ما هو تأمينات اجتماعية وتأمينات يعني صحية، فبتلاقي شركات التأمين الخاصة الطبية مردودها مرة منخفض، أن الحكومة هي بتقوم بهذا الدور. فشوفوا يعني الجانب الثقافي والاجتماعي وال يعني والموروث لكل بلد معين يأثر بعدين على طبيعة أو نشاط سوق التأمين نفسه. هذا راح يكون بحثكم يعني على هذا الموضوع بصفة عامة، ولو يعني دائما زي العادة مقدمة نفسر فيها يعني موضوع البحث أهدافه، بعدين بنحكي بصفة عامة نظريا على أثر التنوع الثقافي على يعني نشاط اقتصادي. ما حكينا على اسم، ما نحكي على التأمينات، لسه التأمينات نحكي بصفة عامة تنوع أثر التنوع الثقافي على النشاط الاقتصادي للشركات بصفة عامة، بعدين نصل على التأمينات نفسها، وبعدين بنجيب أمثلة فعلية واقعية على أثر التنوع الثقافي على سوق التأمينات، بعدين الخاتمة والمراجعة. هذا بالنسبة للموضوع الأول. واضح شباب؟ في أي سؤالات؟ دكتور هذا الفردي صح؟ فردي، هو معنا موضوعين اثنين فرديين، اسمه التنوع الثقافي والأخلاقي كمان كلهم فردي. دكتور تفضل. التنوع الثقافي والتنوع الفردي ايش؟ هذا قلنا التنوع الثقافي كويس، هذا اول، هذا اول واحد خلاص شيله على جنب. التنوع الثقافي شركات التأمين، اي يعني اثر التنوع الثقافي على شركات التأمين او على نشاط شركات التأمين في دول العالم. حلو. ثاني الثاني راح يكون على مستوى هو راح يكون مخصص الأخلاقيات، معنا راح ناخذ دائما امثله على تجاوز شركات امين الاخلاقيات المهنه واثرها بعدين على الحرفاء وعلى الشركه نفسها على مستوى انهيار النشاط الاقتصادي، انهيار معاملاتها، ومثلا تراجع اسعارها في البورصه. كويس. فانتم المطلوب منكم يعني بتصير يا ليت يا ليت توضح الثاني اللي قلته تو. اي راح اوضح الحين. يعني بعطيكم انا مثال، مثلا في شركات تامين على المرض مثلا في امريكا، قلنا في امريكا شركات تامين على المرض بتكون عاده تسوي شركات خاصه مو الحكومه. في شركات تامين على المرض بتحاول دائما لما تجي مثلا حرفاء بيجيبوا يعني مثلا فواتير عشان تسوي مثلا عمليات مكلفه شوي، امراض مزمنه مثلا، فبتحاول بكل الطرق انها تتنصل
من يعني من من ان تعويض. يقولوا لا والله مثلا هذا مرض مثلا مرض خبيث او مرض انت متسبب فيه لانك اهملت يعني ما انتبهت لصحتك. فبتحاول دائما تتهرب من عمليات يعني تاخذ اقساط اي صح، بس لما يجي وقت يعني دفع التعويضات تحاول دائما تتهرب، ويصير في يعني عده مشاكل بعدين. في مثلا شركات التامين بتسوي عمليه ممنهجه يعني التهرب هذا، مثلا بتحاول تزور في تقارير طبيه مثلا، بتحاول دائما لما تعرف شركه التامين هذول دائما عندها فريق صح فريق طبي مفروض يكون مستقل، هو راح يعني يعاين الحاله، راح يحاول يعني يقول هذا درجه حاله خطيره مخاطره، الشخص نفسه هو تعمد ايذاء نفسه او عشان ياخذ تعويض او لا، تسوي يعني دراسه طبيه للملف. ففي شركات مثلا يكون الفريق الطبي هذا اصلا متواطئ مع شركه التامين، فبيحاول دائما ايش يسوي في الموضوع، لا والله بسيطة لا هينا ما مستحق هذا، مثلا تكون مثلا مستحق جراحة مثلا جراحة متقدمة، هو يقول لا بس أدوية بس مثلا علاج طبيعي. فأنتم مطالبين أنكم بتشوفوا يعني أمثلة في العالم على شركات سوت يعني مو بس المرض، أي شركات ثانية. فمن في شركات خلال الأزمة المالية العالمية 2008-2009 شركة التأمين كانت بتأمن على البنوك نفسها، انهارت بعدين لأنه يعني كانت تسوي يعني عملية تجاوزات في التأمينات. فيه بأذكر فيه كنت بعطيه قبل يعني الطلاب حقتي في مثال شركة التأمين الطبية سيسكو هذه أمريكية، وفيها كمان فيلم كامل يعني سوى اسمه مايكل مور سابقا، كان فيلم معروف يعني. يمكن نعم تشتغلون عليها مثلا، دقيقة عشان نشوف لكم بس نشوف لكم العنوان الفيلم، ذاك اسمه سيسكو إذا ذاكرتي يوم خانك مايكل مور. اي صح هذا أسألكم شير سكرين، يعني هو فيلم ممتاز يعني فيلم وثائقي ترى، مو يعني فيلم يعني هذا هو سيسكو حق المخرج مايكل مور، ترى ممتاز يعني من أول يعني هو تقريبا يعني هو فيه بشكل فكاهي ساخر يعني ما يعني ما راح تملون من متابعة الفيلم هذا، ونفس الوقت مفيد. فبتعرفوا يعني تقريبا أعطيكم فكرة على عملية التحايل اللي بتصير من طرف شركات التأمين، وكيف تم اكتشافها بعدين، وإيش كان أثرها على سعر مثلا سعر سهم سيسكو، على تدهور نشاطها الاقتصادي بعدين لما انكشفت يعني عمليات تحايلها. فهذول الاثنين شباب هم المواضيع راح اشتغلون عليهم، واحد تنوع ثقافي وواحد يعني شو اسمه أخلاقية المهن. ترى بالمناسبة ايه مين معنا الدكتور مكرم كان مشكور، كان أرسل لكم من قبل وش المتطلبات في كل عمل يعني وش يعني المعايير اللي تلتزمون بها في كتابة تقرير الثقافي الاختلاف الثقافي وتقرير الأخلاقيات، فعندكم بالبلاك بورد نزل موجودين. بس تقرينين صح وكلهم فرديات؟ كلهم فرديات ايه. طيب هل في امكانيه انه مثلا اذا خلصت تقرير ارسل لك لو كان في ملاحظات في العناوين الرئيسيه فقط او الفرع؟ عادي بس لما يكون حاول تكون يعني ترسم يعني بدري شوي لانه يعني بعدين يقرب وقت الاختبارات يكون يعني تعرف لا نهايه الاسبوع القادم ان شاء الله. بس خلاص ما في مشكله. الله يجزاك خير دكتور. معليش انا طلع عن قبل شوي جزت ادخل طلع عن التقرير الاول، مو بتقرير هو بحث انت تقول صح؟ اي بحث وتقرير هو اسمه تقرير على وبحث بس على ايش؟ على موضوع التنوع الثقافي. طيب يعني تقرير عادي يعني النهايه والفهرس والاشياء هذه صح؟ شوف انا بحكي لكم في طريقه مثلا هذا جانب شكلي وعادي يعني اكون مقدمه نهايه فهرس مراجع كذا هذا عادي، بس احكي لك انا طريقه الكتابه نفسها مثلا. لا
لما حكينا على التنوع الثقافي قلنا عنه بالأول لازم تحكي صفة عامة على التنوع الثقافي وأثره على نشاط اقتصادي للشركات صفة عامة. ما بنحكي على تأمين وغير تأمين، نحكي بصفة عامة نظريا. طيب نحكي نظريا وش يمكن يكون تأثير يعني؟ ما فهمت للحين. وش أقول؟ ما فهمت. أعطيك أنا مثال. أنت تتخيل الحين أنا لما تفتح شركة في السعودية راح تسير بنفس الطريقة لما تفتحها مثلا في فرنسا أو بتونس أو بالمغرب أو بأمريكا؟ لا. ليش لا؟ الشركة هي الشركة والمنتوج هو منتوج، ليش لا؟ بس يختلف من دار الثقافة، بالضبط. فأنت تحاول تفسر كيف أنه تنوع الثقافي هذا بيأثر، أثر على مستوى مثلا إدارة الموارد البشرية، أثر على مستوى المعاملات المالية، كويس؟ هذا كله بيأثر في مثلا بلدان تاخذ مثلا يعني العمليات الربويه يعني عاديه بالنسبه لها فتاخذ قروض من عند البنوك بفوائد ربويه، بلدان ثانيه لا ما بتاخذ. هذا كل تنوع ثقافي بياثر على النشاط الاقتصادي للشركات، كويس؟ بعدين نحكي على انا دكتور انا فهمك، انا اعرف اسوي هذا البحث، لكن انا اقصد الحين انت ترسل لنا المنهجيه حقت البحث موجوده اوريدي موجوده، منهجية موجوده عندكم في البلاك بورد نزلت دكتور بس نزل. لا دكتور مين موجود؟ الدكتور مكرم نزل شو اسمه طريقه عملهن اللي هو يعني اول ما تبدا وتبدا بالمقدمه بعدين منهجية. انا عندكم بس لا. انا عندكم بس الموضوع انتوا لا احنا نبغى المواضيع يا دكتور عشان ما الموضوع الحين ترسلها في بلاك بورد، هي اصلا مسجله المواضيع مسجله الحين راح تنزل مع اليوتيوب مسجل تسجيل خلاص تمام يعني مفسره ومسجله وما عندكم ولا مشاكل فيها. عاود عندكم مكتوب يعني سطرين على البلاك بورد، يعني ربع ساعه الحين تفسير، هك عندكم ربع ساعه مفسر الحين جالس مفسر. دكتور الحين انت الموضوع حق الموضوع حق التقرير تقول لي هذا التنوع الثقافي اي اي هذا الموضوع الاول. في موضوع ثاني اللي هو الاخلاقيات المهنه، اخلاقيات المنهج المهنه اخلاقيات اللي عن التامينات نفسها اخلاقيات المهنه. تمام شوف راح نزل ان شاء الله الفيديو بعدين راح تلاقوا التفسير هذا كله، حتى اللي يعني ضاع منه جزء من التفسير او كان المايك قفل عنده او طلع برات المحاضره هيجي التفسير تقريبا 10 دقائق او ربع ساعه تفسير يعني المطلوب منكم بالضبط، واسم الحالات واسم الامثله وكل شيء اطلعوا عليه، واذا لسه يعني ما عندكم اي اشكاليات الحصه الجايه ان شاء الله وخير ساعه المكتبه بتسالوني عادي. واضح شباب؟ واضح دكتور الله يجزاك خير. طيب خلينا نسوي الحين